مجموعة أبل الأمريكية للأدوات التكنولوجية تعتزم إطلاق أجهزة آيفون بشاشات أكبر إضافة إلى أجهزة أخرى بأسعار زهيدة. الخطوة تشكل انعكاساً للمنافسة الحادة التي تواجهها أبل من مجموعة سامسونج الكورية الجنوبية بعدما تفوقت عليها لتصبح المجموعة الرائدة في سوق الهواتف الذكية. التفوق يعود بدرجة أساسية إلى تنوع أسعار أجهزة جالاكسي إضافة إلى شاشاتها الكبيرة التي تفوق حجم شاشات أجهزة الآيفون.